كان خطأ في المراقبة، تنفيذ المخالفة عن طريق دراغان ستويكوفيتش. يتلقاها أي الكرة اللاعب كوملينوفيتش بضربة رأسية كان من دون حراسة، إس كان يقظا وأبعدها إلى ركنية، ثم كرة أخرى وهدف. نعم هدف، نظن أن الأمور انتهت الآن ما دام المنتخب اليوغوسلافي ربما الخطأ الذي ارتكبه وأنه كان ينتظر في إعلان الحكم على النهاية، لكن التسديدة القوية والمصوبة كما ينبغي بكرة أرضية من اللاعب ديفيدز، اللاعب إدغار ديفيدز يسجل الهدف الثاني كما نشاهد من بعد حوالي 20 متر، الشيء الذي يفاجئ تماما الحارس اليوغوسلافي كرايل إدغار ديفيدز بإشعاعه في وسط الميدان دفاعا وهجوما، وإضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب الهولندي. فهذا اللاعب المزداد في سورينام بمدينة